يعني ميدانيا الأوضاع لا زالت على حالها. قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل فجرت عدد من البنايات والعمارات السكنية في منطقة إسكان حمد، حيث شوهدت سحب الدخان المنبعثة من منطقة إسكان حمد بفعل القصف الإسرائيلي وقيام القوات الإسرائيلية المتوغلة منذ أكثر من 10 أيام في منطقة إسكان حمد بتفجير عدد من العمارات السكنية. هذه المنطقة هي منطقة عمارات سكنية، مدينة كاملة بنيت قبل عدة سنوات، لكن الآليات الإسرائيلية وقوات الاحتلال قبل نحو 10 أيام اقتحمت هذه المنطقة تحت غطاء كثيف من الأحزمة النارية، حيث شنت 50 غارة خلال 6 دقائق فقط على هذه المنطقة، ثم توغلت عشرات الآليات من الفرقة 98 دخلت إلى هذه المنطقة وقامت بمحاصرتها. حتى هذه اللحظة حصارا مشددة، قوات الاحتلال اعتقلت المئات من سكان منطقة إسكان حمد، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحقيق ميداني مع المواطنين في ظل ظروف صعبة ويعني تحت وطأة التعذيب القاسي والضرب. اليوم بدأت القوات الإسرائيلية بتفجير عدد من البنايات السكنية، بالإضافة إلى عمليات التدمير الممنهجة لمنطقة إسكان حمد خلال الأيام الماضية. وأيضا اليوم كان في بالقرب من هذه المنطقة كان هناك أصوات انفجارات ناجمة عن عمليات قصف مدفعي وأيضا قصف للطائرات الحربية في محيط المنطقة. من ضمن الغارات كان هناك 3 من الشهداء في منطقة أزاء القريبة من منطقة إسكان حمد، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على مجموعة من المواطنين، أدى ذلك إلى استشهاد 3 من المواطنين وإصابة آخرين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. كما كان هناك غارة إسرائيلية على منطقة القرارة إلى الشرق من منطقة إسكان حمد، وأدى ذلك إلى استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارة بعد غارة إسرائيلية ليلة أمس على منزل لعائلة السقة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 12 مواطنا من بينهم أطفال ونساء كانوا داخل منزلهم عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا المنزل في منطقة القرارة. كما تم اليوم انتشال 11 شهيدا من المنطقة الغربية من خان يونس، تحديدا من مناطق الحي الياباني، حي الأمل والمخيم الغربي ومحيط مجمع ناصر الطبي. تم انتشال هؤلاء الشهداء، بالإضافة إلى انتشال 4 من الشهداء من المناطق شرق خان يونس، وتم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي. أوضاع في خان يونس لا زالت خطيرة وصعبة بسبب العمليات العسكرية التي تتركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب مدينة خان يونس، هذا بالإضافة إلى عمليات القصف من قبل الطائرات الحربية على منطقتي الحاووز في منطقة المخيم ومنطقة حي الأمل، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدد كبير آخر من المنازل التي ظلت متبقية ولم تدمر في الأوقات السابقة. وضع في خان يونس خطير، والتصعيد الإسرائيلي لا زال على حاله موازي مع التصعيد الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة هنا في مدينة رفح، حيث قصفت فجر اليوم الطائرات الحربية الإسرائيلية برج المصري والذي يعد من معالم مدينة رفح، حيث أدى ذلك إلى تدمير البرج وتهجير ونزوح عدد كبير العشرات من الأسر التي تقطن هذا البرج. الآن أصبحت بين النازحين لا مأوى لهم، والآن يبحثون بين الخيام عن أماكن لهؤلاء النازحين الجدد من مدينة رفح. ومعظم سكان هذا البرج هم بالأساس من مناطق مدينة غزة وشمالها وخان يونس، جاءوا هنا إلى مدينة رفح بحثا عن الأمن والسلام، لكن القصف الإسرائيلي طارد هؤلاء الناس وتم قصف البرج، بالإضافة إلى قيام الزوارق البحرية الإسرائيلية قبل قليل باستهداف مجموعة من الصيادين وإطلاق النار عليهم في غرب مدينة رفح. أوضاع الميدانية في خان يونس وفي رفح لا زالت على حالها، والتصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف. إبراهيم، طيب يعني هل هناك لديك مشاهدات عن الإسقاط الجوي وانعكاساته؟ كيف يتم استقبال هذه المواد الإغاثية وكيف يتم توزيعها؟
يعني كل عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية والصحية والطبية وما إلى ذلك هي يعني عمليات إنزال مرحب بها، لأنها يعني تخدم المواطنين وتخفف من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة، لا سيما مناطق شمال القطاع الذين يواجهون ضغوطا كبيرة ويواجهون الموت جوعا بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية عبر الشاحنات التي تأتي من معبر رفح إلى مناطق مدينة غزة وشمالها. هذه المساعدات مهمة، تأتي في وقت حساس، الناس بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات. لكن من الناحية العملية والحديث أيضا للأونروا التي رحبت بهذه المساعدات، لكنها قالت أنها ليست الطريقة المثلى لتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة. الطريقة المثلى من وجهة نظر الأونروا والمؤسسات الدولية وحتى المؤسسات المحلية هو وجود ممر آمن عبر المعابر الحدودية، يتم من خلالها تدفق مئات الشاحنات إلى كل مدن ومناطق قطاع غزة. صحيح عمليات الإنزال مهمة من مصر، من الإمارات العربية المتحدة، من الأردن، من كل الدول العربية وحتى الدول الأجنبية التي ساهمت في إسقاط هذه المساعدات، لكن الناس حقيقة قبل إنزال هذه المساعدات وقف شامل لإطلاق النار، تأمين حياة المواطنين وإدخال كميات كبيرة ومهولة من المساعدات إلى قطاع غزة، لأن كل ما يدخل سواء كان عبر المساعدات التي تأتي أو عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات خاصة في شمال قطاع غزة هي يعني تأتي نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها سكان قطاع غزة. ربما عملية توزيع المساعدات ربما يكون هناك أيضا خلل في عملية التوزيع، لأن هذه المنطقة أو عمليات الإنزال تذهب إلى مناطق متعددة، وبالتالي ربما تحدث هناك حالة من الفوضى، حالة من عدم يعني التوزيع العادل لهذه المساعدات، لأن الناس جوعى، الناس بحاجة ماسة إلى كل يعني علبة حليب أو كيلو دقيق أو كيلو سكر أو غيرها من المساعدات، لذلك ربما يكون المساعدات غير يعني منتظمة. لذلك الأولى والأمثل أن يتم إيداع كل هذه المساعدات إلى جهة ما، يتم من خلال هذه الجهة وهي الأونروا التي لديها باع طويل في تقديم المساعدات في مثل هذه الظروف، ومن خلال الأونروا يتم توزيع كل هذه المساعدات على بطاقة التأمين أو على بطاقة الهوية بحسب يعني السجل المدني الفلسطيني، حتى يضمن كل الناس في قطاع غزة من رفح جنوبا وحتى بيت حنون شمالا الحصول على حصتهم من هذه المساعدات التي ترسلها الدول العربية. وفيما يتعلق حتى بالمساعدات الأمريكية، الناس تقول هناك كان الأولى بإدارة بايدن أن يتم الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائم القتل بحق المدنيين وبحق النساء والأطفال هي أولى من المساعدات التي ترسلها أمريكا من الجو، والتي يعني تسببت في مقتل عدد من المواطنين بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.